السلام عليكم ورحمة الله. هذه من أعظم الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، تعالج همك وتقضي دينك وتشعرك بالسعادة وتشعرك بقبول التوبة ومغفرة الذنب وتجعلك أقوى إنسان في العالم، صدق أو لا تصدق. دعني أخي الحبيب أروي لك هذا الحديث العظيم أو هذه الوصايا العظيمة جدا التي لا مثيل لها في التاريخ، ولم ينطق رجل بمثل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن في كل كلمة علاجا وشفاء من هموم ومشاكل هذه الدنيا الفانية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث موجه لسيدنا ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة، هذه هي جوامع الكلم، يعني في سطرين تقريبا الحديث يجمع لك الكثير والكثير من النصائح التي تضمن لك الحياة الطيبة. أول شيء نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعبارة عجيبة: احفظ الله يحفظك. كلنا اليوم وبخاصة في هذا العصر نعاني من مشاكل الحفظ، يعني اليوم تخاف على رزقك، تخاف على أولادك، تخشى من مرض قد يصيبك ولا تجد علاجا أو لا تجد ثمن العلاج، تخاف على عملك، على رزقك، تخاف على النعمة التي أنت فيها أن تقل أو تذهب. فاليوم كلنا نبحث عن الحفظ في كل حياتنا، ليس فقط في الرزق بل في العلاج والشفاء وفي الهموم والمشاكل وفي البيت. نحتاج إلى من يحفظنا. طيب، النبي يقدم لك نصيحة رائعة جدا، يقول لك احفظ الله يحفظك. طيب كيف أحفظ الله؟ هل الله بحاجة لحفظ؟ طبعا لا، الله غني عن العالمين. ولكن أخي الحبيب، النبي هنا أراد أن يقول لك احفظ ما أمرك الله به. الله أعطاني هذه النعمة البصر، يجب أن أفكر كيف أحفظ هذه النعمة. حفظ نعمة البصر أنني لا أنظر إلى ما حرم الله وما يغضب الله. أنا حفظت نعمة البصر وحفظت ما أمرني الله به. إذن كما أنني حفظت وحافظت على نعمة البصر، الله سيحفظني من شر أكبر أنا لا أعلمه. أعطاني نعمة الصحة، ينبغي أن أحفظ هذه النعمة، لا أدخن، لا أسرف في الطعام والشراب لأن الله يقول إنه لا يحب المسرفين، لا أرتكب الزنا والعياذ بالله. أحفظ ما أمرني الله به، أحفظ هذا الجسد من الفاحشة، أحفظ يدي من أن تأكل الحرام، أحفظ لساني من أن يتكلم بسوء على أحد أو من أن يؤذي أحدا. طيب هذه أمور نحن لا نشعر بها، أنت يجب
أن تشعر بقيمة النعمة فحافظ على هذه النعمة، فكأنما أنت تحفظ الله، الله يحفظك. لاحظت أخي الحبيب، يعني القضية هنا معادلة رياضية، احفظ الله يحفظك. كما أن الله أمرك بالصلاة مثلا، أنت إذا حافظت على الصلاة أنت تحفظ الله، فالله يحفظك من شر أكبر أنت لا تدري ما هو. فكأنما النبي عليه الصلاة والسلام هنا يريد أن يقول لك: كن في كل لحظة مع الله، مع رضا الله، لا تغضب الله، طبق ما أمرك الله به، فهذا هو حفظ ما أمرك الله به، وبالتالي أنت حفظت الله، فالله لن ينساك، سيحفظك في مالك، في أهلك، في بيتك، في رزقك، في وظيفتك، في دراستك، يحفظك من شر سارق، من شر غادر، من شر حاسد، من شر مؤذي. كل هذا الأمر أخي الحبيب ينبغي أن تتذكره ولا تنساه أبدا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كلنا نحتاج لله عز وجل، كل واحد منا يحتاج أن يكون قريبا من الله. طيب أنا إذا حافظت على هذه النعم التي أكرمني الله بها، أجد الله، أجده بقربي. ربما أنا أتعرض لحادث، كثيرا كثير منا يقول لك: أنا اليوم كنت تعرضت لحادث محقق ولكن الله أنقذني منه. كيف؟ لا نعلم، بأعجوبة. هذا هو معنى احفظ الله تجده تجاهك. تعرضت لمشكلة لا أجد لها حلا، تجد أن الله يلهمك الحل. تعرضت لمرض وأنت تجهل العلاج ولا تدري ماذا تعمل، الله عز وجل سوف تجده بجانبك، وهو قريب منك طبعا، يدلك ماذا تفعل، يسخر لك الأسباب، يسخر لك الكون ليحل مشكلتك. احفظ الله تجده تجاهك. إذن هذا الحديث يأمرني أن أكون في كل لحظة مطبقا لما أمرني الله به، ممتنعا عما نهاني الله عنه، أشعر بقيمة النعم التي أكرمني الله بها فأحفظها ليحفظني الله من الشر. هذه اليد إذا أردت أن مثال بسيط، إذا أردت أن يحفظها الله من شر حادث، من شر أي شيء، احفظها من أن تلمس امرأة بالحرام، احفظها من أن تمتد لتأكل الربا، احفظ أنت هذه اليد، سيحفظها الله سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب هنا قضية خطيرة أيضا يثيرها النبي عليه الصلاة والسلام. نظن أن الخير بيد فلان أو فلان أو فلان، وهذا سر تعاستنا اليوم، أننا نلجأ إلى فلان وفلان وفلان وننسى أن كل شيء بيد الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب هذه فيها علاج لكثير من مشاكلنا نحن اليوم. نحن اليوم مشاكلنا أننا تركنا المسبب سبحانه وتعالى وانغمسنا بالأسباب، تركنا المتحكم بالكون سبحانه وتعالى ولجأنا إلى العباد الضعفاء، تركنا الحي الذي لا يموت ولجأنا إلى الأموات.
فلذلك هنا أخي الحبيب النبي يعود بك للأصل، وهو أن تكون مع الله. يعني هذا الجزء من النصيحة هو تكملة لما سبق. أنا بعد أن حفظت الله فحفظني، طيب الجزء الثاني أو المرحلة الثانية، لا أسأل أحدا شيئا إلا الله، والله سيسخر لي البشر. يعني ضاق رزقي مثلا، أول شيء يجب أن أفكر بأن أصحح علاقتي مع صاحب الرزق. يعني أنت في شركة، في معمل، في مصنع، في مؤسسة، ولديك احتياج مادي، تلجأ إلى الموظفين. طيب وصاحب العمل موجود، ما أول شيء يجب أن تلجأ له، هو بيده القرار، هو الذي يملك أن يعطيك أو يصرف لك مبلغا أو فتذهب إلى فلان وفلان وتنسى أن الأساس موجود. فالله عز وجل هو الذي يعني يذكرك بنفسه سبحانه وتعالى عن طريق هذا النبي الكريم، يقول لك إذا سألت فاسأل الله. يعني دعك من هؤلاء، اذهب إلى الله مباشرة، سبحان الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب هذه قضية خطيرة جدا أخي الحبيب. اليوم نعاني من مشاكل كثيرة وخلافات مادية ومشاكل ضمن الأسرة ومشاكل طلاق ومشاكل مع الأبناء ومشاكل مع الناس بشكل عام، بسبب أننا غفلنا عن سؤال الله أولا. عندما أسأل الله وأكون مع الله لا يهمني ماذا يحدث بيني وبين الناس. يعني مثل نعود لمثال الشركة والموظف، تجد أن موظفا لديه علاقة قوية مع صاحب العمل، مع المدير، فيقول لك أنا لا يهمني هؤلاء، أنا علاقتي مع المدير، مع صاحب العمل، فلا أهتم بهؤلاء. لاحظ أخي الحبيب، فهنا النبي أراد أن يرجعك للأصل، وهو أن تسأل الله عز وجل. طيب إذا استعنت فاستعن بالله، أنا لدي حاجة في مكان ما، لا تستعن بأحد، استعن بالله والله سيهيئ لك. ستجد جاءتك فكرة، تذكرت فلان، قلت والله فلان يمكن أن يساعدني، فتتصل به وإذا بالفعل يأتي ويساعدك وكذا كذا كذا. ولكن أولا اسأل الله، استعن بالله. أحيانا يعني أنا أكون في حاجة معينة لشيء معين، فأمسك بالتليفون وأتصل بعشرة أو أكثر، لا أجد عندهم حلا. فلان أجده منشغلا، فلان كذا. وأحيانا سبحان الله يكون مستوى الإيمان عندي عالي شوي، وأسأل الله وسبحان الله يعني بالفعل أتوجه بصدق إلى الله، فأجد أن الأمور حلت من تلقاء نفسها، كيف لا تعلم. فهذا الأمر أخي الحبيب مهم جدا أن ندركه ونتعلمه ونطبقه في حياتنا. طيب إذن حفظنا الله، حفظنا الله، اعتمدنا في سؤالنا على الله واستعنا بالله، حققنا المستوى الثاني. المستوى الثالث، كثير من مشاكل الناس اليوم كثير جدا سببها عدم الثقة بالله. كيف؟ يعني أنا اليوم مثلا
أظن أن هناك خيرا بيد إنسان، أظن أن الخير سيأتي، هذا المبلغ سيأتي عن طريق هذا الشخص، أخاف أن يمنعني من هذا الرزق. أنت تشك هنا بقدرة الله الذي هو الرزاق ذو القوة المتين، تشك أن فلان قادر أن يضرك أو ينفعك. هذا يسبب ألم كبير لكثير من الناس أيها الأحبة، إذا أصابه مرض يقول بسبب فلان، بسبب عدوى من فلان، بسبب كذا، أصابه حادث يقول بسبب كذا، فدائما يرجع الأمر للأسباب المادية المحيطة به، مع العلم أن الكون كله ليس هو المسبب، المسبب هو الله، والكون كله عبارة عن وسائل تتحرك فقط. فأنا الآن النبي ينصحني ويقول لي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، شيء واحد فقط، هو ما كتبه الله لك. هذا الشيء الذي ستنتفع به مكتوب أصلا، طيب لماذا أنا أتعب؟ لماذا أقلق وأحزن ما دام الأمر مكتوب عند الله؟ طيب أنا أخاف من مشكلة تحدث معي، أخاف من حادث، أخاف من مرض، أخاف، مخاوفنا كثيرة اليوم، أخاف من زلزال، من حرب، مخاوفنا كثيرة في هذا العصر. طيب يجب أن أستيقن أن أي ضر سيحدث معي قد قدره الله علي قبل أن يخلقني. واعلم أن الأمة أو أنهم لو اجتمعوا، اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى ذلك أن هذه القضية مكتوبة. أنا الآن ذاهب لقضاء عمل معين ودماغي يعمل، قد ييسر لا ييسر هذا العمل، قد أجد من يعيقني، قد أوفق به، قد أخسر، قد فتجد الشيطان يملأ دماغك بهذه المخاوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه القضية أخي الحبيب الشيطان يركز عليك فيها ليشغلك عن ذكر الله، ليشغلك عن الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا مررت بأي خوف مباشرة أذكر الله وتذكر هذا الحديث العظيم. والله ينبغي كل واحد منا أن يحفظ هذه النصائح. ثلاث مستويات بدأها النبي بالأهم وهو الحفظ. يعني أنا إذا حفظني الله من الشر والمرض وقلة الرزق والأذى، وحفظني من الذنوب والمعاصي، وحفظني من القرارات الخاطئة والأخطاء، طيب ماذا أريد بعد ذلك؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ الله حفظني من هذا الشر كله، لا أريد شيئا بعد ذلك. أخي الحبيب حققت المستوى الأول. المستوى الثاني أنني سألت الله واستعنت بالله فتغيرت حياتي بشكل كامل. إذن لم يعد لي حاجة بالناس، لم يعد لي حاجة مع هؤلاء الناس الضعفاء، أصبحت علاقتي مع الملك سبحانه وتعالى. فإذن أنا حققت السعادة بهذا الجزء، حققت السعادة. والجزء الثالث والأخير عندما علمت أن أي خير لا يأتي إلا بأمر من الله وأي شر لا يصرف إلا بأمر من الله، أنا عالجت القلق والخوف والحاجة للناس والمخاوف من المستقبل، وعالجت قضية الاكتئاب والأحزان النفسية ومشاغل الفكر. طيب ماذا أريد أكثر من ذلك؟
بالفعل بالفعل هنا يعني تكون أنت في حالة سعادة لا مثيل لها عندما تعمل بهذه الطريقة، وعندما تدرك عظمة هذا الكلام النبوي وتطبقه في حياتك حرفيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تعالج همومك، تكون أسعد الناس، وسوف يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. لماذا؟ لأنك ما دمت مع الله سيكون معك، هو تجاهك بقربك، يحفظك من كل شر، احفظ الله يحفظك. أهم شيء أن تشعر برعاية الله لك وبمحبة الله لك، وتشعر أن الله بقربك تجاهك. هذا الشعور قوي جدا، إحساس يمنحك السعادة والتفاؤل والرضا. عندما تلغي احتياجاتك من الناس وتلغي سؤال الناس ودائما تلجأ إلى الله، مع العلم أن سؤال الناس ليس أن تسأل الناس، لا، الله يسخر لك الناس، يعني أنت تعمل وفق أسباب معينة الله يسخرها لك. استعانتك أصبحت فقط بالله سبحانه وتعالى، تركت العباد، ترتاح جدا. وأخيرا تدرك أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه القضية أخي الحبيب تجعلك بعيدا عن القلق، عن المخاوف، عن الأحزان، عن المشاكل، تبعدك عن أي شيء فيه خوف. فإذا قضيت على الخوف تماما، إذن أنت في قمة السعادة الآن. دعوني ألخص لكم أو نعيد قراءة هذا الحديث وأن نحفظه ونعمل به. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رقم واحد. احفظ معي أخي الحبيب ضروري يعني لتتذكر وتضع هذا في رأسك، لأنك لن تستطيع أن تطبق حديثا أنت لا تحفظه. كيف ستتذكره في حياتك اليومية؟ كلما دعتك نفسك لمعصية تذكر، قل النبي قال لي احفظ الله يحفظك، لا أنا أبتعد عن هذه المعصية إن شاء الله. كلما دعتك نفسك أن تنظر لما حرم الله، قل النبي قال لي احفظ الله تجده تجاهك، سأحفظ بصري عن الحرام، سأجد الله بجانبي عندما أتعرض لضيق أو مشكلة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. المستوى الثاني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن أنا الآن سأبدأ بتصحيح علاقتي مع الله ونظرتي إلى الله وتوجهي إلى الله وإخلاصي لله، وأسأل الله في كل ما أحتاج وأطلب في حياتي، وأنتظر أن يسخر لي الله ما يحبه ويرضى. انظر، كل مستوى يقربك أكثر من الله. وسوف أستعين بالله عز وجل لأرتاح من هموم الناس، وأرتاح من مشاكل سؤال الناس، والتعاسة التي سأجدها مع الناس. بعد أن طبقت المستوى الثاني أنتقل للمستوى الثالث. اعلم أن الأمة لو اجتمعت، الكون كله لو اجتمع على أن ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا وتعاونوا واجتمع الكون كله أن يضرك بشيء، لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن احفظ هذا الحديث الشريف أخي الحبيب، ضعه في دماغك، طبقه. في البداية ربما تجد بعض الصعوبات، ولكن خلال زمن قصير
ستجد نفسك ستجد أنه أصبح نظام عمل يومي لك. أصبح هذا الحديث الشريف هو نصيحة تعمل بها، ثقافة تتحلى بها، تبدأ يعني تغيير حياتك بناء على هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكرمنا ويعيننا على تطبيق ما أمرنا به هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقال في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.